هتبدأ المرحلة الثانية بإذن الله يوم الثلاث القادم 25/7 من عدد الطلاب أو الحد الأدنى للطلاب الشعبة العلمية للمرحلة الثانية 324 درجة بنسبة 79%، وتستوعب عدد 112,000 طالب واحد. أما الشعبة الأدبية ستبدأ من 290 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.7% لاستيعاب 41,226 طالب، ليصبح إجمالي المرحلة الثانية 153,000 طالب 227. ثاني 153,000 طالب 227 للمرحلة الثانية التي ستبدأ بإذن الله لمدة أيضا 5 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 25/7 وتنتهي يوم السبت 29/7 الساعة 7 مساء. يتقدم خلالها الطلاب لهذه المرحلة بتقديم آرائهم عن طريق موقع التنسيق وشبكة الإنترنت. أما دلالات هذه المرحلة بالنسبة للشعبة العلمية، من الظاهر انخفاض الحد الأدنى لكليات القطاع الطبي على النحو التالي: قطاع الطب البشري لهذا العام الحد الأدنى لهذا القطاع 97.4% مقارنة ب 98.4% العام الماضي، أي بنسبة أو معدل انخفاض لدرجات 4 درجات حوالي